هل الخريج نظم معلومات إدارية ممكن يشتغل في مجال زي مجالات الآثار أو علوم الفضاء أو الإحياء؟ الحقيقة إنه هذه تخصصات بعيدة عن تخصصات نظم المعلومات. ممكن يشتغل مثلا، أتوقع مثلا في شركة سياحية مثلا أو شركة متعاملة في الفضاء أو في الأحياء، هو ماسك حاجة النظم جواها مثلا الشبكات وهكذا، ممكن إن هو يشتغل هكذا. لكن إن هو يشتغل في المجالات دي يعني بعيدة جدا عنه، إلا طبعا لو هو حابب المجال. يعني مثلا ممكن يشتغل في مجال الآثار تور جايد، إن هو يشتغل مثلا مرشد سياحي، الحاجات دي هو مش محتاجة فيها تخصص معين، هو محتاج بس لغة وبيعرف يتعامل مع الناس. مجالات زي الأحياء أعتقد إن هذا المجال محتاج إنك تكون متخصص علوم. مجالات زي علوم الفضاء أنا مش عارف هو موجود في مصر ولا لأ، بس حتى لو موجود أكيد هم بيفضلوا ناس دارسين هذا الموضوع أكثر منه خريجين النظم. إذا التخصصات بعيدة شوية، في ممكن حاجات تقرب منها، ولكن في الغالب مش هتكون بالنسبة لك مفيدة لأنها بعيدة عن السكوب بتاعك، وربنا يوفقك.